بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي الطلاب. وفي فيديو جديد سنشرح إن شاء الله في هذا الفيديو درس التصغير، وهو من دروس الصف العاشر لمبحث اللغة العربية. وسنبدأ في البداية بشرح بطاقة رقم 10 من بطاقات التعلم الذاتي. طبعا في البداية، ما هو التصغير؟ التصغير هو تغيير يطرأ على الأسماء المعربة بمعنى التي تقبل التنوين والحركات وليس المبنية، ليدل على قلتها أو لتقريب الزمن أو لبيان قرب المكان أو للتحقير أو للتحبب. وكل هذه كان كأمثلة عليها في البداية للتقليل، مثلا تقليل الحجم، مثلا كلمة دريهمات تصغير لكلمة دراهم. تقليل العدد، لقيمات لتصغير لكلمة اللقمات. أو تقريب الزمان، قبيل، قبيل الفجر. أو تقريب المكان، قريب. أو التحبب، بني. أو التحقير، شويعر أو كويتب، بمعنى تحقير لهذا الكاتب أو الشاعر. وشروط التصغير، يابد أن يكون اسم معرب، فلا تصغر الأسماء المبنية. مثل ماذا؟ مثل أسماء الاستفهام، أسماء الإشارة، الضمائر، ولا الأفعال ولا الحروف. ألا يكون الاسم مصغر على وزن صيغة من صيغ التصغير، وصيغ مثل دريد. أن يكون الاسم قابل للتصغير، فلا تصغر الأسماء المعظمة شرعا كأسماء الله سبحانه وتعالى، أسماء الأنبياء وكتبه ورسله، أي أشياء تتعلق بالعقيدة، فلا يوجد، لا يمكن تصغيرها لعظم مكانتها. وفي البداية سنبدأ على أوزان، أول وزن من الأوزان التصغير، وهو للفعل الثلاثي فعيل، وهو بضم الحرف الأول، انظروا هنا نضع ضمة، وفتح الحرف الثاني، انظروا الحرف الثاني عين، إذن فاء الفعل عليها ضمة، عين الفعل عليها فتحة، ثم نزيد ياء ساكنة قبل الحرف الأخير. فإذا كان الاسم ثلاثيا صحيحا مثل رجل، نضع ضمة فتحة على الحرف الثاني ثم حرف الياء الساكن قبل الحرف الأخير فيصبح رجيل. فإذا كان الاسم ثلاثيا مختوما بتاء مربوطة، مثلا شجيرة، ألف ونون عثيمان، ألف ممدودة حميراء، ألف مقصورة سليمة، فهنا يكون قبل آخر حرفين وليس قبل الحرف الأخير. وإذا كان ثلاثيا ثانيه ألف منقلبة ردت إلى أصلها مثل غار، أصلها واو فترد إلى أصلها، ونضع قبل الحرف الأخير ياء. من ثم للرباعي على وزن فعيل، للرباعي بضم الأول وفتح ثانيه مع زيادة ياء ساكنة وكسر ما بعدها، مثل ملعب، مليعب. فنضم الحرف الأول ونفتح الحرف الثاني لكن زيادة حرف ياء مكسور. إذا كان الحرف الثاني وحرف مد وجب قلبه ياء، ثم نضغمه مع ياء التصغير مثل كتاب، كتيب. فإذا كان حرف الثاني للألف زائدة قلبت واو مثل كاتب، كويتب، أو شاعر، شويعر. فإذا كان ثانيه واو أصلية أو ياء بقيت على أصلها مثل جوارب أو جورب، جويرب. إذا كان على وزن خماسي فو عيعل، مثل مصباح، مصيبيح، ويجوز مصيبح. طبعا هنا نلاحظ أمرين، إذا كان الاسم الثاني الثلاثي مؤنثا غير مختوم بتاء التأنيث لحقته تاء التأنيث عند التصغير مثل هند، هنيدة، أو إذا حذفت من الاسم الثلاثي أحد أصوله أيضا ترد عند التصغير مثل دم، دماء، أو دماء، دمي، دمي. طبعا سنبدأ بحل الأنشطة. هنا يريد منك أن تستخرج من هذه القطعة
أهداني أحد الأصدقاء كتيبا في، طبعا أنا قمت حتى لا يكون هذا الفيديو طويل، هذه هي الأنواع والاسم المكبر والغرض من التصغير. فكتيب كتاب هو تقليل الحجم، سويعات ساعات تقليل المدة، قبيل قبل وتقريب الزمان، بعيد بعد تقريب الزمان، قليبي قلبه هي التحبب والتعظيم، أخي أخ أيضا التحبب، وسليمان أيضا التحبب. في الجزء الأخير من النشاط 2 نريد أن نصغر هذه الكلمات، وهبة نار هند أخ قنديل بيت شجرة. طبعا هبة وهيبة لأنها يعني مربوطة، نار نرد الألف إلى أصلها نويرة، وطبعا لأنه في تمربوط هند التاء المربوطة المحذوفة ترد هنيدة، أخ الياء أخي، قنديل قنيديل أو قنديل، بيت بويت أو شجرة شجيرة. طبعا قال تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، دلالة بني هي للتحبب. التصغير الصحيح لكلمة شمس شميسة، شميسة عالم، طبعا هي على وزن فعيعل لأنه رباعي. الكلمة مصباح إما مصيبح أو مصيبيح جميع ما سبق. طبعا باقي الأنشطة هنا نريد أن نستبدل ما تحته خط بكلمة مصغرة تؤدي المعنى، طبعا بجانب منزلنا مكان صغير، طبعا نضع الحاء، الحاء بعد الحرف الثاني الياء، منيزلنا منيزلنا منيزلنا. وصلت المسجد قبل الصلاة بوقت قصير، قبل وهي قبيل. طبعا يحمل كل منا مهما كبر قلب قليب، قليب. طبعا هنا ما الغرض؟ طبعا حتى تعرفوا، طبعا بجانب منزل المكان صغير مصلبي منزلنا، وهي هنا لتقريب المكان أو لتصغير الحجم، قبيل لتقريب المدة والفترة الزمنية. هنا يحمل كل منا قلب، قلب قليب، وهي لتصغير الحجم. طبعا هنا نذكر أنه يوجد أسئلة التمرينات الكتاب، سنعرض حلها الآن، حل أسئلة الكتاب. طبعا هنا حل أسئلة الكتاب لهذا الدرس، طبعا النشاط الأول، التدريب الثاني والتدريب الثالث، حتى تستفيدوا ويكون هذا الفيديو شامل لكل جزئيات الكتاب والملزمة. فهذا حل أسئلة الكتاب، وهنا سواء من تدريب 1 حتى تدريب 3. شكرا لحسن استماعكم، أتمنى أن تدعمونا بزر لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.